السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي غنقدم لكم فيه البيتزا بطريقه جديده. لهذه الوصفه غنحتاجوا المقادير التاليه: دقيق، انا عندي هنا تقريبا كيلو ربع فات ولا كيلو ونص تقريبا، ماشي نتوما ديروا على الجهد اللي بغيتو. عندي هنايا شويه تاع الخميره، معلقه كبيره تاع الخميره مع مرصو تاع السكر. عندي هنايا الملحه والزيت، غندير جوج معالق كبار تاع الزيت وغندير معلقه كبيره تاع الملحه، وهنا كما قلنا معلقه كبيره تاع الخميره والماء دافي للعجن. نخلط المقادير بحيث اننا نخليو العجينه قاسحه، العجينه تاع البيتزا خاصها تكون قاسحه، ونطلقوا من بعد. كما كتشوفوا ها هي العجينه تاعتي جمعتها، كنخليها ترتاح ساعه. كما كتشوفوا ها هي كتكون قاسحه ما كتكونش جاريه، غنخليها ترتاح ساعه ونطلقوا من بعد. كنشدوا العجينه تاعتنا كنسرحوها بحال هكا. غنحتاجوا للمقادير التاليه: طماطم مقطعه طريفات صغار، البطاطا مقطعه طريفات صغار ومقليه، موتزاريلا، الفرماج الاحمر غابي محكوك، زيت العود، لاصوص تاع المطيشه سبيسيال بيتزا، واللي ما عندوش يشري يحك المطيشه نورمال، البصله مقطعه طريفات صغار، اللحم المدخم اولا المرتديلا، وهذا السوسيسون فيت اللحم الجاف المجفف.